يقول: هل تصح هذه العبارة وهي: لو كتب الله علي كذا لكان هذا الأمر؟ اي نعم، لو انك اذا بغيت شيء ولا حصل قلت لو كتبه الله لي لحصل، من باب الايمان بالقضاء والقدر، من اجل تطمئن نفسك. انت طلبته ولا حصل، قلت والله لو ان الله كاتبه حصل، هذا من اجل تطمئن نفسك، فلا باس بذلك. نعم.